السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هيبقى الدليل ليك لحل كل المشكلات اللي ممكن تقابلها على الفلاشة بتاعتك، سواء كانت الفلاشة ما بتقراش مساحة كاملة أو ما بتقبلش الفورمات، أو القرص بتاعك ده قرص محمي، أو القرص بتاعك حابب إن أنت تخليه قرص محمي. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هننزل نفتح المتصفح بتاعنا، وبعد ما نفتح المتصفح بتاعنا نضع فيه رابط تحميل البرنامج اللي احنا هنستخدمه في الموضوع ده. طبعا البرنامج نسخة مجانية هنقدر نستخدمه. هنزل على اللي هو تنزيل مجاني، تمام كده اهوت. هيبدأ يظهر معايا على طول البرنامج. البرنامج طبعا مساحته 1 ميجا وقرب النص يعني. هبدأ أضغط على اللي هو التحميل، هبدأ أفتح اللي هو المجلد اللي اتحمل فيه، تمام. هدخل أجيبه من جوه وأخده قص، أحطه على سطح المكتب عندي، أعمل له لصق، تمام. هيظهر معايا بالصورة اللي حضرتك شايفها دي. كل اللي أنت تعمله تضغط عليه ضغطتين تقول له نعم، تمام كده هوت، وتبدأ تنتظر عملية تحميل وتثبيت. المفروض حضرتك في الوقت ده تبقى على اتصال بالإنترنت. هضغط على تثبيت، تمام كده هوت. هو هيبدأ يحمل بعض من الملفات من على الإنترنت، مش هياخد مساحة كبيرة. هو مساحة البرنامج 73 ميجا. هننتظر لحين انتهاء تحميل هذه الملفات. بعد الانتهاء من تحميل الملفات هيبدأ البرنامج على طول في عملية التثبيت. زي ما حضرتك شايف كده بدأت عملية تثبيت الملفات. عملية التثبيت طبعا شغالة تحت، وصلت لحوالي 60%. كل اللي انت تعمله تنتظر لحد ما يتم تثبيت البرنامج بتاعك على سطح المكتب. هننتظر لحين انتهاء التثبيت، لحظات بسيطة ويتم تثبيت البرنامج. البرنامج طبعا بيتيح لينا ان احنا نستخدمه بدون ما ندفع اي فلوس. تابع معايا الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده الايقونه بتاع البرنامج ظهرت عندي على سطح المكتب، اللي هي الايقونه ديت. ده ملف التثبيت، طبعا انا هبعده، ودي الايقونه بتاع البرنامج. طبعا بمجرد ما هينتهي من التثبيت هيبدا يقدم لك الشكر، يعني ان انت حملت البرنامج وان انت تم تثبيته بنجاح على جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك ان انت تم التثبيت بنجاح. هنقفل الرساله ديت. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك تهانينا، تم الانتهاء من تثبيت البرنامج. في الوقت حضرتك دلوقتي هتوصل الفلاشة اللي فيها مشكلة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. الخطوة اللي بعد كده ان انا هفتح البرنامج، هضغط عليه ضغطتين واقول له نعم، وانتظر لحد ما البرنامج يفتح معايا، لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح، هيبدأ يقرأ كل الحاجات المتوصلة، اللي هي طبعا بما فيهم الفلاشة بتاعتك والهارد ديسك اللي موجود عندك. طبعا انا عندي هاردين ديسك، واحد اس اس دي، واحد هارد ميكانيكي اللي هو القديم، وعندي دي الفلاشة اللي عليها المشكلة. اول خطوة اعملها عشان احل المشكلة بتاع الفلاشة ان انا اقف عليها واعمل عليها كليك يمين واضغط على حاجة اسمها ديليت. ديليت يبقى انا همسح الفلاشة تماما، كل اللي عليها همسحه وهرجعها ضبط مصنع. هضغط على يس، تمام كده هوت. وبعد كده هوت ابدا اخد اضغط على المربع الازرق اللي تحت ده، تمام. وبعد كده اضغط على ابلاي، تمام. هيبدا هو يمسح لي الفلاشه تماما كاني بعمل لها عمليه ضبط مصنع. زي ما حضرتك شايف كده هنتظر لحين الانتهاء. زي ما حضرتك شايف كده تم المسح بنجاح. هضغط على داون، تمام كده هوت. الفلاشة كده انا مسحتها بالكامل، يعني اصبحت مش موجودة. طيب هبدأ اعمل لها عملية كرييت عشان ارجعها بقى مرة تانية. هعمل كرييت، تمام، عشان استعيد المساحة لو كانت هي مش قابلة فورمات او المساحة بتاعتها مش مقرية بالكامل. هعمل لها كرييت، اضغط على اوكي، تمام كده. اضغط على المربع الازرق، اضغط على ابلاي، هيبدا يعمل كرييت للبارتيشن بتاع الفلاشه من جديد. كده حضرتك مسحت كل البيانات اللي على الفلاشه.
وبتعملها عملية ضبط مصنع وترجعها زي ما تكون جديدة، يعني كأنك لسه جايبها من المصنع. نعمل لها كريت، هننتظر لحين الانتهاء لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده تم الموضوع بنجاح. هضغط اقول له داون، تمام كده الفلاشة رجعت. هفتح الكمبيوتر بتاعي، نبص على الفلاشة بقى شوف الدنيا فيها ايه. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة رجعت زي ما تكون جديدة، ولاحظ هتلاقي في خط ازرق، دي اللي هي الملفات اللي بتبقى نازلة مع اي فلاشة بضبط المصنع. دي طبعا بتروح لما حضرتك بتعمل لها تهيئة بطريقة غير سليمة. تمام كده حلينا اول مشكلة بتقابل الفلاشة بتاعتنا. يجي برضو المشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، هي القرص محمي ضد الكتابة. يعني ايه؟ يعني حضرتك تيجي تنقل اي ملفات على الفلاشة بتاعتك ما ينفعش، تيجي تعمل لها عملية تهيئة الفلاشة ما ينفعش، يقول لك القرص بتاعك ده محمي ضد الكتابة. يعني على سبيل المثال انا عندي الفلاشة اهي، تمام عايز اعمل لها عملية تهيئة. دي اكتر مشكلة بتقابل المستخدمين للفلاشات والاقراص. هبدأ اضغط تمام واقول له موافق، هيقول لي القرص محمي ضد الكتابة. طبعا رسالة غبية جدا بتقابل كل المستخدمين. طيب ولو انا حبيت ان انا انقل برضه ملفات مش هينفع لان القرص محمي ضد الكتابة. طب هنحل المشكلة دي ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتاخد الخيار اللي تحت ده، تمام كده، وبعد كده تاخد الخيار اللي هو ده، تضغط وتعمل ايقاف الحماية بتاع الكتابة. اضغط تمام كده انا عملتها. هبدأ اقفل دي، هنتظر لحظات بسيطة لما العملية دي تتم. هرجع مرة تانية للفلاشة بتاعتي، هبدأ احاول ان انا افرمطها او انقل عليها بيانات ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما حضرتك شايف كده هقف عليها، اعملها بقى فرمات عادي خالص من جهاز الكمبيوتر، تمام كده اهوت، وابدا اقول له ابدا واقول له موافق. زي ما حضرتك شايف كده عمليه التهيئه تمت، يبقى انا قدرت ان انا افك الحمايه اللي كانت موجوده على الفلاشه. طيب نجرب كده ناخد مثلا اي حاجه ننقلها على الفلاشه عشان نتاكد ان الحمايه بتاعتها خلاص اتشالت. هجيب مثلا اي فيلم عربي مثلا، تمام كده الفيلم ده مثلا هبدأ اعمل له نسخ وارجع على الفلاشة بتاعتي ونشوف هتقبل عملية النسخ ولا لا. تمام لحظات الفلاشة اهيت، هبدأ احاول اعمل عملية نسخ للفيلم. تمام اقف كليك يمين وابدا اعمل عمليه لصق. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشه بدات تقبل نقل الملفات، يبقى انا كده فكيت الحمايه اللي كانت موجوده على الفلاشه. طيب هننتظر لحد ما يتم النقل، واوري لحضرتك حاجه برضو ممكن تعملها على الفلاشه بتاعتك عشان تحميها من ان يتنقل عليها اي فيروسات. تابع معايا الفيديو. الخطوه التانيه اللي انا هتكلم فيها، افرض بقى الفلاشه بتاع حضرتك كده انت اديتها لحد، تمام، وحاطط عليها ملفات زي ما انا مثلا هوري لحضرتك دلوقتي. الفلاشه بتاعتي دي مثلا انا حاطط عليها ملفات، تمام، وهديها لحد على انه ياخد منها الملفات ديت. فانا خايف ان هو يمسح لي بعض من الملفات اللي موجوده على الفلاشه، او ان الفلاشه دي يتنقل عليها فيروسات من الجهاز التاني. فابدا اعمل حاجه اسمها تفعيل حمايه الفلاشه، ان انا امنعها من ان اي حد يكتب عليها. تمام كده هبدا ادخل على الخيار ده وابدا اعمل عمليه تفعيل للحمايه ضد الايه الكتابه، وابدا اقفل تمام كده وانتظر لحد ما التفعيل ينتهي. زي ما حضرتك شايف كده لحظات بسيطه، تمام كده الفلاشه بتاعتي اصبحت محميه ضد ان اي حد يفرمطها او ان يتنقل عليها اي فيروسات او ان هو يقدر يمسح عليها اي ملفات. ممكن بعد كده افك الحمايه بتاعتها عن طريق البرنامج ده. هبدا اجرب افعل الفلاشه واعمل لها مثلا عملية تهيئة، تمام كده اهوت. زي ما حضرتك شايف كده هبدأ اعمل لها فرومات، اقول له فرومات، هيقول لي القرص محمي ضد الكتابة، يعني انا مقدرش افرمطه. طب نجرب مثلا لو انا حبيت ان انا انقل عليها ملف، هاجي اجرب كده عشان ابين لحضرتك ان انت تقدر تحمي فلاشتك ضد نقل الفيروسات. هناخد مثلا ملف من الملفات دي واخده مثلا نسخ، واروح راجع مرة تانية للفلاشة بتاعتي.
تمام، وانتظر لحد ما تفتح الفلاشة اهي. تمام، هبدأ احاول ان انا احط عليها اي ملف ونشوف. تمام، هبدأ اعمل عملية لصق استبدال. هيقول لي القرص محمي ضد الكتابة، يبقى انا كده حميت الفلاشة بتاعتي من ان اي حد خدها مني ينقل عليها فيروسات. طبعا ممكن تفك الحماية بنفس الطريقة اللي حضرتك شفتها في الجزء اللي فات. طبعا بكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.